أول رد رسمي من السلطات الإسبانية على اختفاء إبراهيم غالي الانفصال. مرحبا، معكم أبو البيس باسل شريك، إن شاء الله تكون بخير يا جماعة وبصحة وبسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نحكي عن الأخبار الجديدة التي أتت من إسبانيا حول سبب اختفاء إبراهيم غالي. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، نضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا نبلش الفيديو. قبل ما نبتدي برد إسبانيا على سبب اختفاء إبراهيم غالي، شوفوا هاي الصورة يا جماعة. طيب مين شفناه احنا هلا؟ وزير خارجية البرتغال. الكل بيتذكر انه هذا الشخص كان سوف يأتي مبعوث الى الصحراء المغربية. اسمعوا هذا الخبر الجديد يا جماعة، هلا وصل. الأمم المتحدة تحمل مسؤولية كاملة الى الجزائر بسبب فشل تعيين مبعوث إلى الصحراء المغربية يلي هو وزير الخارجية البرتغال. شو القصة؟ أخفق الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى مؤخرا في مسعاه لتعيين مبعوث إلى الصحراء المغربية، وهو منصب شاغر منذ عامين، وذلك بعد رفض البوليسيرو المدعومة من الجزائر مرشحا برتغاليا وفق ما أفادت الخميس مصادر دبلوماسية. آخر مرشح جرى اقتراحه هو وزير الخارجية البرتغالي الأسبق لويس أمادو، مواطن الأمين العام أنطونيو، وفق دبلوماسيين طلبوا عدم ذكر أسمه، لكن البوليسيرو رفضت المقترح بعد دراستها تصريحاته عندما كان وزيرا، وأكدت أنها لاحظت ميله للمغرب وفق مصادر نفسها. وقدر دبلوماسيون آخرون أن دعم الرباط ترشيحه سبب كاف ليعارضه الصحراوي. ومن المتوقع عقد اجتماع مقبل لمجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية في 21 أبريل وسيكون مغلقا. شو اللي بنفهمه هلا يا جماعة؟ الأمم المتحدة فشلت بإرسال مبعوث من جديد يلي هو وزير الخارجية البرتغال، وحملوا المسؤولية كاملة إلى الجزائر بما أن الجزائر هي من تدعم البوليسيرو. ومو بس هيك يا جماعة، أيضا رفضوا أكثر من مرة مبعوث أنه يجي إلى الصحراء المغربية. نستنتج على الشكل التالي، أنه هن بدهم مبعوث على كيفهم يا جماعة. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء يا جماعة، وبنختم هذا الخبر وبنقول الصحراء المغربية إلى أن يرسل الله الأرض دوم عليها. اكتبوا لنا بالتعليقات الله الوطن الملك. خلينا هلأ ننتقل إلى الموضوع الثاني. أول رد من السلطات الإسبانية على اختفاء إبراهيم غالي الانفصال. شو اللي صار يا جماعة؟ صحيفة إسبانية حكومية تكشف تفاصيل عملية عسكرية قادها المغرب لتصفية البوليسيرو. تحظى العمليات العسكرية وصفقات الأسلحة المغربية عادة باهتمام بالغ من قبل الجيران في إسبانيا. وفي هذا الإطار تطرقت صحيفة إسبانيول الإسبانية للعملية العسكرية التي قادها المغرب ثلاثاء الأسبوع الماضي ضد قيادي البوليسيرو الانفصالي. وتم خلال هذه العملية قتل أداه البندير، والذي قتل بغارة شنتها طائرة مسيرة مغربية في الصحراء. وقالت الصحيفة أيضا بأن القوات المسلحة الملكية المغربية لم تؤكد هذا الهجوم أو تنشر معطيات رسمية عنه، مرجحا أن يكون هذا الصمت راجعا إلى حقيقة أن المغرب يواصل مفاوضاته مع أمريكا لشراء طائرات ريبو ام Q9. وأوضح المصدر بأن العملية كانت مهمة مشتركة بواسطة طائرة بدون طيار من تصميم أمريكي من طراز هاوفانج، والتي وجهت الليزر إلى الهدف المنشود، وبالتالي مكنت مقاتلة مغربية من نوع F-16 من تنفيذ الهجوم من مسافة طويلة باستخدام أكثر من صاروخ جو أرض. وأوردت الصحيفة أيضا بأن العملية أسفرت عن إصابة جندي آخر من البوليسيرو بين نهري أرني وترنين في المنطقة الغربية من تيفارتي، على بعد 55 كيلومتر من الجدار الأمني الذي يفصل الصحراء، على حسب ما أفاد شخص من البوليسيرو. اسمعوا هلا هذا الخبر يا جماعة، إبراهيم غالي مختفي عن الأنظار، هل الجزائر سوف تعين بديل لقيادة البوليسيرو؟ شو اللي صار؟ إبراهيم غالي مختفي تماما عن أي ظهور علني منذ أكثر من شهر،
ولم تعد تحركاته تبرز وسائل الإعلام التابعة للجبهة الانفصالية إلا من خلال رسائل موقعة باسمه، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حقيقة الوضع داخل قيادة البوليساريو في تندوف على الأراضي في ظل بروز اسم البشير مصطفى السيد بقوة في وسائل إعلام جزائرية مؤخرا، وهو نفسه الذي كان قد نفى مقتل غالي في هجوم بطائرة مسيرة نفذه الجيش المغربي. وبالرجوع إلى أرشيف المعلومات وخاصة ما يسمى وكالة الأنباء الصحراوية المنبر الإعلامي للبوليساريو، يتضح أن آخر نشاط علني ظهر فيه غالي كان هو مشاركته عن بعد في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، وهو اللقاء الذي بدا خلاله وحيدا داخل مكتبه أمام كاميرا الحاسوب، وبثت الوكالة قصاصة حوله يوم 9 مارس 2021. أما آخر ظهور له وسط صحراوي المخيمات فكان يوم 6 مارس 2021، وبعد ذلك لم يظهر أبدا إبراهيم خالي إلا في رسائل تبعث إلى دول العالم. أما آخر رسالة كانت موقعة باسمه فكانت تهنئة للرئيس الجزائري تبون، ونشرت أمس الخميس. وفي ظل هذا الاختفاء الكبير لإبراهيم خالي ظهر وبشدة اسم البشير مصطفى السيد، ووفق المعطيات التي حصلت عليها الصحيفة فإن فشل غالي في تدبير التطورات الأخيرة في الصحراء انطلاقا من فشل محاولة السيطرة على المنطقة العازلة في الكركرة، وصولا إلى عدم قدرته على إقناع المنتظم الدولي بالضغط على المغرب للعودة إلى طاولة المفاوضات مع البوليساريو، دفعت الجزائر إلى إبعاده عن المشهد وتحضير مصطفى السيد تدريجا لخلافته. شو اللي بنفهمه هلا يا جماعة؟ مع اختفاء إبراهيم غالي يظهر اسم البشير مصطفى السيد. هيك وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس نضل دائما على تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء يا جماعة. وهيك وصلنا لآخر الفيديو، كل الحب والتقدير، رمضان مبارك على الجميع، سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.